هل شايف ان مهدي عبيد جامل الاهلي في الماتش الاولاني؟ والله مهدي عبيد ما جاملش الاهلي، مهدي عبيد كان واثق من قراراته اللي هي كانت في محل خلاف كبير جدا. نعم جدل أصارت يعني حقيقة اثارت جدل، يعني حتى اثارت جدل من داخل الاوساط الرياضيه كلها ان هو لم ينفذ قرارات الفار. يعني الفار بيقول لك تعالى بص وتبص، لا الفار غلط. فدي نقطه مهمه جدا. انا عايز اخدها من جهه ثانيه، انتبهتنا ليه ان ده حكم يعني واثق من قراراته؟ يعني هو شايف ان مثلا دي اثار، مثلا انا شايف لعبه كويس قوي، انا في ال 18 شفت الولد المدافع بيشد ويد ازاره. على فكره كابتن لما بتاعك انت ده انا قفلته ليه؟ لا مهدي عبيد قال في تصريحات صحفيه جزائريه، قال لك انا لما الفار جابني الواقعه ما جابش الواد بدر ازاره لما ضربه بره ما جابليش دي. ليه؟ عشان هو رطب ما فيهاش غلط، لانه الراجل اللي جاب له الفار اللي قاعد في الفار فوق ده جسامة. ليه ما جابلوش الفار؟ ده السؤال اللي سالناه للجنه الحكام، تسال جسامة، فجسامة قال لك انا اتعاملت مع الاجهزه اللي قدامي ان انا ادوس على زرار معين يجيب اللقطه. اه خلي بالك لا ما خلعش ولا حاجه، بس هو مش متمرن عليها كويس. يعني عشان تجيب اللعبه من اولها بترجع تك ثواني، فقطع الحته دي ما جابهاش، فجاب الحته الصغيره اللي فيها. فهو هل هي مقصوده ولا غير مقصوده؟ ما حدش يعرف. بدليل ان حتى جسامه نفسه استبعد من النهائي. جسامة كان مفروض يحكم النهائي، فتم استبعاد من النهائي. ليه؟ لأنه كان جزء من المشكلة اللي فيها التوانسة اشتكوه. بس يا كابتن برضه غريب من الكاف إن هو استبعد من النهائي وتم تعيينه حكم فار تاني في النهائي. لا النهائي ما كانش في الفار، معلش. لا كان في فار واضحة أول لما جت ضربة الجزاء بتاعت الواد بتاع الترجي وصفر كده السماء، قعد شوية دقيقتين كده تفتكروا لما راح الكورنر، لما قعد يسمع في السماعة في الفار استناها شوية في الآخر قال لك لا كورنر، كان الحكم الفار جسامة الحكم الرابع كاستان اللي هو ايوه، بس لم يستعمل الفار معلش، عشان مفيش حالات. ما انا بقول لك انما كان موجود في الملعب. انا بقول لك الفار حطوه في الملعب كل حاجه، بس هل استعمل ما استعملوش بيه؟